إن شاء الله البطولة زي القوية يوم 27 بإذن الله، بإذن الله الشيكابالا يرفع البطولة. بالتوفيق للنادي الأهلي والنادي الزمالك، وأتمنى منهم إن هم يحافظوا على بعض، وألف مبروك لأي حد يكسب. وأنا طبعا أنا أهلاوي وبتمنى الفوز طبعا. أنا بتمنى اللاعيبة تبقى على قد الثقة، وإن هي تأدي بروح رجولية وتلعب بإصرار، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أفريقيا في ميت عقبة بأمر الله. رسالة للاعيبة الأهلي، اللعيبة الكبار واللعيبة الخبرات واللعيبة يعني اللي خلاص المفروض هي شايلة الفريق على كتافها، يا ريت نلعب بروح شوية، ومش لازم يعني نحور في الكورة، يعني مش لازم الكورة تيجي، الكورة نلعب الكورة السهلة. إن شاء الله بإذن الله أفريقيا في ميت عقبة. يا كابتن سيد، أتمنى إن أنتوا تخصصوا في آخر محاضرة قبل الماتش نص ساعة، بكلمة بجد، تهدي الجو وتفرج اللعيبة على أهم اللحظات في تاريخ النادي. فرجهم على جول ابو تريكا في الصفاقسي، فرجهم على جول متعب الكونفدراليه، فرجهم على بطوله الشهداء، فرجهم على جول سيد في الترجي. استغل كل هجمه لانها اخر هجمه، 90 دقيقه رجاله جوه الملعب، وان شاء الله البطوله لينا. طبعا انا مشجع اهلاوي، اهم حاجه في البدايه بالنسبه لي احنا طبعا السنه الرابعه على التوالي وصلنا 3 نهائي دوري ابطال، فبالنسبة لنا كجماهير النادي الأهلي مش هنقدر نستحمل فكرة إن احنا نتغلب نهائي، كمان الموضوع بالنسبة لنا هيكون صعب. أتمنى إن التوفيق يكون حليف طبعا فريقي نادي الزمالك، وأهم حاجة التركيز على التفاصيل الصغيرة، وطول ما أنت واثق من نفسك وطبعا مش هايب الموقف ومش هايب الحدث، إن شاء الله هتعدي والستة في ميت عقبة. كل الدعم للزمالك. أنا بدعم فريق نادي الزمالك، وإن شاء الله الزمالك هيفوز بطولة أفريقيا، وأوجه لهم إنهم يكونوا رجالة قد المسؤولية. أتمناها مباراة ممتازة من حيث القوة والمتعة والإثارة، أتمناها بدون تعصب تماما تماما تماما. أكيد زي أي زملكاوي أتمنى إن البطولة دي تبقى في ميت عقبة، وده حلم كل جماهير الزمالك، بس ده مش سبب أو مبرر أبدا يخلينا كجماهير نشتم بعض. البطولة بتاعت النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله، وربنا يكرمنا وهناخدها عشان نجيبها المؤمن زكريا، عشان تبقى حافز كبير ليه ان هو ربنا يقوم بالسلامة 9 بتوقيت الاهلي. انا زملكاوي، ونصيحتي للزمالك ان احنا نلعب لعبنا زي ما لعبنا قدام الرجاء، زي ما لعبنا قدام الترجي، زي ما خلصت شهر فبراير دوت، نقدر نخلص شهر نوفمبر واحنا ابطال افريقيا. ما تتوترش وحافظ على هدوءك، وأهم حاجة ابعد عن المشاكل. أتمناها بيضاء. أقول للاعبي النادي الأهلي، لقد وعدتونا العام الماضي على أن تكون بطولة أفريقيا في دولاب النادي الأهلي هذا العام. الأول في الآخر دي لعبة، والفايز مبروك ليه، وهارد لك للخسران، وكل التوفيق لنادي الزمالك. أتمنى منكم أن أنتم تحافظوا على بعض وتخافوا على بعض، ولا للعنف.